يا عم انت مش تحاسب يا عم، مش تفتح. ايه قله الذوق دي؟ ايه ده برنس؟ استنى. بس دي يا برنس كابتن. مصباح ده ولا مصبار ده ولا ايه؟ هتعاكوا؟ هتعاكوا. عبيط قوي والله، يطلع لي جني منه مثلا. بس نحاسه وبتاع وحركات. طب الموبايل فين؟ اكلم حد يفهم في الحاجات دي مثلا ولا؟ يا استاذ. استاذ انا بنحيم. ايه مالك محطوط كده ليه؟ مالك اتخضيت كده ليه؟ انا الجنيه بتاعت المصباح اللي انت لسه دعكه. معقول؟ هو ايه ده اللي معقول؟ هو انت يعني لما بتتصل بحد بالتليفون ويرد عليك ويقول لك الو تقول له معقول؟ لا. طب انت يعني لما تدوس على زرار الاسانسير وينزل لك تقول له معقول؟ لا. طب لما بتفتح لمؤاخذه الشطاف ويطلع لك الميه تقول له معقول؟ بقول يح. امال مالك يا اخويا؟ وبعدين يعني لما انت مش عايز جني امال بتدعك في المصباح ليه؟ امال هي مشوار ودخان على الفاضي. مش قصدي حضرتك، انا كنت فاكر ان جني هيطلع لي من المصباح مش موظفه بمكتبها وبتاع. معلش يا استاذ، اصل الاستاذ مدحت في مراقية بيصيف وانا هنا بداله، عايز تستناه يبقى يدعك المصباح كمان اسبوعين. لا 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 لا، ما صدقت. بص ايدك قولي اعمل ايه. طيب حس كده بقى، ليك تلات امنيات بس بسرعه والنبي، عشان انا مستعجله وعاوزه الحق اجيب ابني من الحضانه. بجد والله، بجد والله، تلات امنيات. طب بص بص حس كده بقى. بص يا ست الكل، مبدئيا كده انا لازم اخس، عايز اول طلب امنيه اخس. ماشي دي سهلة بجد، خليك زي ما انت كده سهلة. الله الله. فركوش باين بركوش، حاسة المذكور أدناه المقيم بدايرة شمال الجيزة، شمال الجيزة، شمال الجيزة، حسب الطول والوزن. هوب 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 هوب. ايه ده؟ أنا خسيت وصوتي اتعدل. ايه ده؟ استني بس شايك على البضاعة. تمام. في موجود حاجة في عمري. صوت الفتل. شعري! عملت ايه بشعري؟ ايه ده؟ ما انا نسيت اقول لك، احنا هنا عندنا نظام، هي الحكاية مش ماشية كده وخلاص. احنا نظامنا هنا الأماني المستطرقة. الأماني الإيه؟ المستطرقة. مش واخد بالي. يعني مفيش طلبات بتتحقق وخلاص كده، كل أمنية قصادها حاجة، عاوز تخس خسستك. بس قصادها بقى شعرك وقع وبقيت اصلع. اه فهمت فهمت. طب عايز حاجه بسيطه، ممكن الطلب التاني اتمنى ان يطلع لي شعر. ساعتها بقى هترجع تخين تاني. ده حضرتك التوازن الطبيعي لطاقات الكون، انا ما اقدرش اتدخل فيه. الجو ده انا اول مره اسمع الكلام ده الصراحه. والله حصل تعديل في القانون من ساعه موضوع علاء الدين، لانه عمل مشاكل وقتها وفي ناس اتأذت جامد. اه طب بقول لك ايه؟ بما اني خسيت وشعري وقع، هبقى اصلع خطر ولا اصلع هفق؟ بتفرق. بص بقى دي بقى انت وشخصيتك. انت لو برج الاسد او العقرب او الجدي ورحت الجيم وجبت مكنه هارلي ولبست جواكت جلد هتبقى اصلع خطر. انما بقى لو انت عذراء او حمل ولبست بنطلونات قماش وجيليهات صوف كده ومشيت في الشغل بمج هتبقى اصلع هفق. بصي حضرتك، انا كنت عذراء بس بعد ما خسيت ان شاء الله الموضوع ده هيتحل ان شاء الله. طب اعمل ايه بقى دلوقتي؟ استنى ثواني ثواني. يا رب شكلك هتهتي كتير. موتوسيكل هارلي، موتوسيكل هارلي. يا رب. ماشي موجود. هتجيب مكنه هارلي. الحمد لله. بس قصاد المكنه بقى ايه بقى؟ هتبقى وانت بتتكلم كده بتطلع لك رغاوي كده في جنب بقك كده. يا ايه القرف ده؟ لا لا شوفي لي حل تاني ارجوكي، اي حاجه اي حاجه. طب بقول لك ايه؟ ايه؟ تاخد مكنه ريس وتبقى ودانك مترطقه وبشبه كده. نو 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 نو. اي حاجه تاني شوفي. طيب تاخد مكنه صيني وتبقى ريحه بقك وحشه مهما غسلت اسنانك. اه بس كده هبقى اصلع بمكنه صيني مش اصلع خطر. لا لا بص انا شبت في الهارلي الصراحه. اتصرفي اتصرفي. طب خلاص خد المكنه الهارلي. ماشي. طب والرغاوي البيض؟ ما انت لو بقيت اصلع خطر مش هتحتاج تتكلم كتير، مش هتفتح بقك اصلا. صدقي الله ينور عليك، انت سبت بتفهمي والله. متشكره. طب انا اعمل ايه دلوقتي؟ دلوقتي فاضل لك امنيه واحده.
طب بصي، انا مش عايز ابقى اناني واطلب كل حاجه لنفسي لنفسي لنفسي. انا نفسي الطلب الثالث يبقى حاجه للعالم كده، حاجه لكل حد. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. انا من اول ما شفتك قلت باين عليك حنين وطيب كده وابن ناس. سي عشان خسيت بس. طب بقول لك ايه، عايز الامنيه الاخيره، السلام يعم كوكب الارض. طب استنى ادور لك عليها، دي ما طلبتش قبل كده. كده هتلاقيها. شوف. ايوه لقيته. ها حلو. بص بقى، قول انت عايز السلام يعم الكوكب. ايوه. عشان ده يتحقق لازم نشيل من الخريطه الشرق الاوسط وامريكا وروسيا. ايه؟ اروح فين انا؟ وعيش فين؟ ممكن اقدم لك على ميعاد بدري في سفاره السويد، والفيزا الشنجن بتطلع في شهر. على البركه. امضي. انا اعمل ايه؟ قولي. امضي هنا. هنا؟ ماشي. اسمك ايه بقى؟